أخت الفاضل، أنت تقولين الآن والله أنا ما أقدر أترك البيت، عندي أربع عيال وين أروح؟ كأن الرزق بيد زوجك، وهذا نقص في التوحيد عندك والإيمان، كأن رزقك على هذا الزوج ليس رزقك على الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله. ولذلك أغلب النساء سبب رئيس في بقاء الزوج في دائرة الانحراف والضلال، نسأل الله العافية والسلام. رزقك على الله، وانت ما تدرين لعل هذا الزوج هو حجر عثرة في طريق رزقك. رزقك الله عز وجل مخبئ لك رزق، ها، والزوج هذا هو حجر العثرة في طريق الرزق، ما تدرين. فإذا زال هذا الزوج جاءك الرزق يهدر كالسيل الهادر، يأتيك من الله سبحانه وتعالى.